تغيير العلامة التجارية الخاصة بها، مستقبل جديد للتواصل الاجتماعي من خلال الواقع الافتراضي أو الميتافيرس. فشركة فيسبوك بتجلب ملايين المستخدمين وملايين الدولارات لمجال الكريبتو والعملات الرقمية. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن قبل أي حاجة بنشكر أكتر من 98 ألف مشترك موجودين في القناة، بنتمنى لكم كل التوفيق. وبالتالي لو كنت جديد معانا ما تنساش إن أنت تعمل سبسكرايب دلوقتي للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وإن أنت تكون متابعنا من خلال حسابنا على تويتر واللي عليه دلوقتي أكتر من 6500 فولور ومتابع. ونروح على طول مع أول خبر معانا من خلال كوين تيليجراف بتاريخ 28 اكتوبر 2021، واللي بيوضح فيه بالفعل انه شركة فيسبوك غيرت العلامة التجارية الخاصة بيها من فيسبوك لميتا، اختصارا لميتا فيرس او العالم الافتراضي. وهنا بنتكلم عن خطوة كبيرة بتاخدها شركة فيسبوك لدعم خططها المستقبلية. هنا بنشوف اكبر عملية ريبراند او اعادة تسمية لعملاق في مجال التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. فده مش معناه الغاء العلامة التجارية فيسبوك تماما، ولكن فيسبوك تطبيق هيفضل زي ما هو موجود كأحد منتجات شركة ميتا المتعددة، وبالتالي هيبقى عندنا meta.com. من خلاله هتقدر توصل لعدد كبير جدا من المعلومات اللي هتوضح لك الخطط المستقبلية اللي بتخطط لها بالفعل شركة ميتا علشان توصل لمستقبل جديد من التواصل الاجتماعي، طريقة جديدة نتواصل بيها مع بعض. فانت بمجرد وجودك على الموقع الرسمي ممكن تنزل تحت خالص هنا وهتلاقي building the metaverse، وبناء واقع افتراضي وبيئة ثلاثية الأبعاد، عبارة عن عالم افتراضي ممكن كلنا من خلاله نتقابل مع بعض، لو في بيزنس ممكن نعمل اجتماع، ممكن نلعب لعبة سوا، وما إلى ذلك من نشاطات كتير جدا مختلف، حاجات ممكن نكون بنعملها في العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه ممكن نعملها في الواقع الافتراضي. فهنا ومن خلال المقال ده واللي بتاريخ 27 سبتمبر 2021، وضحت شركة فيسبوك انها بالفعل استثمرت 50 مليون دولار فقط في شركاء البحث والتطوير علشان تتأكد ان منتجات الميتافيرس اللي جاية هتكون قد المسؤولية وتقدم خدمات ممتازة. فقط 50 مليون دولار للكلام ده، ولكن تم الاعلان بالفعل انه فيسبوك او شركة ميتا بتحضر تمويل بتقريبا 10 مليار دولار علشان تقدم الميتافيرس الخاصة بيها والبيئة المتكاملة ثلاثية الابعاد اللي تقدر تخدم تقريبا 2 مليار مستخدم على مستوى العالم. موضحين كمان من خلال المقال ده تعريف بالميتافيرس، وخلينا اقول لك هنا اننا كمستخدمين في مجال الكريبتو وسوق العملات الرقمية فاحنا ملوك الانترنت وعارفين الميتافيرس قبل ما الفيسبوك اصلا تتكلم عنه، من خلال مشاريع موجودة بالفعل في مجال الكريبتو متعلقة بالميتافيرس والواقع الافتراضي. فمع الميتافيرس الخاصة بشركة فيسبوك او شركة ميتا هيتم استخدام كل التقنيات الجديدة بشكل عام، سواء كان الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، تقنية البلوكتشين وما الى ذلك من تطورات كتير جدا هتغير مستقبل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. ده معناه انه في الميتافيرس احنا مش هنستخدم السوشيال ميديا زي ما احنا متعودين من خلال مثلا تطبيق الفيسبوك او ماسنجر او الانستجرام او الواتساب، ولكن هنبدا اننا نستخدم منتجات جديده كليا مقدمه من شركه ميتا زي مثلا اوكولس، واللي بتعتبر نظاره فيرتشوال رياليتي واقع افتراضي هتلبسها وتبدا تدخل في الميتافيرس ويكون ليك شخصيه جوه الواقع الافتراضي. الشخصيه دي تقدر تتحكم فيها وفي مواصفاتها وفي شكلها وفي لبسها بشكل عام، اكنك بالظبط في العالم الحقيقي اللي انت عايش فيه. الفرق الوحيد تقريبا هيكون في الاكل والشرب، يعني مثلا انت ممكن تقابل اشخاص جداد تتعرف عليهم، ممكن كمان تقابل اصدقائك في العمل والبيزنس بتاعك، تحضروا الاجتماع وتخلصوا الشغل بتاعكم، ممكن كمان تخش انت واصحابك في لعبه معينه داخل الميتافيرس وتلعبوها سوا وما الى ذلك من امور كتير جدا. غير اوكولس عندنا كمان نظاره ري بان ستورز، احنا هنا بنتكلم عن الجيل الاول من السمارت جلاسز او النظارات الذكيه المقدمه من شركه فيسبوك بالتعاون مع شركه ريبان. المفروض هنا هتلاحظ ان في زي كاميرات والمفروض ان انت هتقدر تسجل وتصور لقطات حيه انت بتشوفها وانت ماشي في الشارع، وفي اعتقادي استخدام النظاره دي هيكون مهم جدا في الميتافيرس والواقع الافتراضي الخاص بشركه ميتا او الميتافيرس. فمن خلال برضو الموقع الرسمي هتلاحظ هنا المؤتمر الخاص بفيسبوك كونكت، هنا مارك زوكربيرج عرفنا على كل التفاصيل الخاصه بالميتافيرس او الواقع الافتراضي، ان انت بالفعل ممكن تبني البيت اللي انت حابب يكون بيتك جوه الواقع الافتراضي ده، تغير في الديكور الخاص بيه، انت مثلا بتمتلك افاتار او شخصيه داخل الميتافيرس ممكن تغير في شكلها في طريقه لبسها او ما شابه وامور كتير جدا. وهنا من خلال الفيديو ده هيوضح معانا اهميه نظاره ريبان ستوريز، هنا بيلبسوا النظاره وبالتالي هيبدا يظهر قدامهم ايقونات يقدروا يلمسوها ويتفاعلوا معاها ويختاروها ويكبروا يعملوا زوم يختاروا اي حاجه جواها وما الى ذلك، كل اللي هم بيعملوه ده من خلال نظاره ريبان ستوريز. فاحنا عندنا ريبان ستوريز
ستورز، وعندنا كمان اوكوليس، والاثنين كمنتجات هيخدموا الميتافيرس والواقع الافتراضي الخاص بشركة ميتا او شركة فيسبوك. بكده احنا خدنا فكرة نوعا ما عن الميتافيرس الخاصة بشركة ميتا او شركة فيسبوك سابقا، ولكن برضو مهم جدا ان نذكر ان في كمان منتجات تابعة لشركة فيسبوك او شركة ميتا وخاصة بمجال الكريبتو والعملات الرقمية، منتجات بتثبت لك بالفعل انه شركة فيسبوك مركزة مع مجال الكريبتو والعملات الرقمية بشكل مستمر وممتاز جدا. فقبل كده ومن فترة طويلة تم اطلاق عملة ليبرا، واللي تم برضو عمل ليها ريبراند واعادة تسمية وبقى اسمها دلوقتي ديم، بالاضافة لمحفظة كاليبرا واللي اصبحت دلوقتي محفظة نوفي. دلوقتي محفظة نوفي تعتبر متاحة مع قائمة الانتظار في غواتيمالا والولايات المتحدة الامريكية، واول عملة رقمية هيتم استخدامها على محفظة نوفي هي عملة رقمية ستيبل ومستقرة، سعرها بيوازي سعر الدولار الامريكي، وهي باكس دولار او اليو اس دي بي، اللي بتحتل حاليا الترتيب 104 في الكوين ماركت كاب بحجم استثمار تقريبا مليار دولار. وطبعا ما انساش اقول لك انه بالفعل عملة ديم وديم اسوسيشن بالاضافة لمحفظة نوفي عليهم مشاكل حاليا، زي مثلا ان عملة ديم بتعتبر عملة رقمية مركزية بيتم التحكم فيها بشكل كامل وما الى ذلك، وان شركة فيسبوك بشكل عام واللي اصبحت ميتا حاليا غير موثوقة لادارة نظام دفع او عملة رقمية، وده على اساس انتهاكها لخصوصية المستخدمين في السابق. فما ننساش ان شركة فيسبوك كشركة تكنولوجيا اجتماعية بالفعل عندها اخطاء جسيمة مع المستخدمين على مستوى العالم، وبالخصوص وبالتحديد في الولايات المتحدة الامريكية. ففكرة ميتافيرس ممكن تكون مركزية او شركة بعينها بتتحكم فيها، وانت دلوقتي موصل الاوكوليس الخاصة بيك او معاك كمان الريبان ستوريز الخاصة بيك، بالاضافة طبعا لتطبيقات شركة فيسبوك الاساسية زي فيسبوك وماسنجر وانستجرام واتساب. كده شركة فيسبوك يا جماعة هي داخلة جوه بيتك وحياتك، ومش بس عارفة عنك كل حاجة، ده عارفة عنك حاجات انت ما تعرفهاش عن نفسك، ودي امور تخليك دايما تقلق من شركة فيسبوك والمنتجات اللي بتقدمها. ايوة احنا هنا بنتكلم عن طريقة جديدة للتواصل الاجتماعي وعن افكار جديدة كليا، ولكن بشكل مركزي مش هينفع خالص. الفكرة بشكل عام يا جماعة اننا لما نيجي نستخدم السوشيال ميديا ما يبقاش في انتهاك للخصوصية الخاصة بينا، علشان كده احنا بنحب مجال الكريبتو والعملات الرقمية، مجال الكريبتو اللي بيحترم الخصوصية كعامل اساسي واولي قبل اي حاجة. ففي الكريبتو والعملات الرقمية محدش يقدر يتحكم في اموالك، محدش يقدر يتحكم في حسابك، كل حاجة بيتم التعامل بيها بشكل لا مركزي، ودي افضل ميزة ممكن تكون موجودة في سوق الكريبتو والعملات الرقمية، وما ينفعش اننا نتغاضى عنها. ومع شركة فيسبوك احنا عارفين ومتأكدين اننا بنتغاضى عن الخصوصية دايما، وكل ما شركة فيسبوك تعمل منتجات اكتر كل ما بتحس انها بتتعمق في الخصوصية الخاصة بينا اكتر واكتر. دي كانت سلبيات مهمة جدا لازم نتكلم عنها، وما نتوهمش ابدا باللي الفيسبوك بتقوله حاليا او بتتكلم عنه من واقع افتراضي او ميتافيرس، لانه في النهاية احنا عندنا في مجال الكريبتو مشاريع كتير جدا تعتبر برضو ميتافيرس وواقع افتراضي، وعرفناها وبدأنا نستخدمها قبل حتى ما فيسبوك تفكر انها تتكلم عن الميتافيرس الخاصة بيها. فبمجرد ما شركة فيسبوك اعلنت الريبراند او اعادة التسمية لشركة ميتا واعلنت كمان بناء الميتافيرس الخاصة بيها، شفنا العملات الرقمية اللي موجودة في مجال الكريبتو متعلقة بمجال الميتافيرس حققت نجاح ومكاسب ضخمة جدا، زي عملة اكسي انفينيتي او ديسنترالاند وغيرها كتير من العملات الرقمية الاخرى، ذا ساند بوكس، افيجوتشي وغيرها كتير. وزي ما انت شايف هنا في صعود كبير جدا وبنسب محترمة جدا، ارباح ممتازة اتحققت واهتمام من قبل المستثمرين في سوق الكريبتو بمجال الميتافيرس او الواقع الافتراضي، وده بسبب اهتمام شركة كبيرة زي فيسبوك بالواقع الافتراضي او الميتافيرس. فانت في الواقع الافتراضي او الميتافيرس في سوق الكريبتو والعملات الرقمية كل حاجة لا مركزية ومفيش انتهاك للخصوصية، ولكن مع شركة فيسبوك واللي بتحاول تبنيه حاليا من واقع افتراضي وميتافيرس في تحكم كامل في بياناتك، وربما انتهاك لخصوصيتك في اي لحظة من اللحظات. مش بس كده، خليني كمان اقول لك انه بالفعل شركة فيسبوك بتخطط انه في الميتافيرس الخاص بيها تبدأ تستخدم الـ NFTs والتوكينات الغير قابلة للاستبدال. واضح ده معانا من خلال خبر موجود على كوين ديسك انه الميتافيرس او الواقع الافتراضي الخاص بشركة فيسبوك هيدعم الـ NFTs والتوكينات الغير قابلة للاستبدال، وبنسبة كبيرة هيكون على تقنية بلوكتشين الاثريوم. علشان كده هنا بقول لك انه شركة ميتا او فيسبوك حاليا بتجلب ملايين الدولارات وملايين المستخدمين لسوق الكريبتو والعملات الرقمية، وده بشكل غير مباشر، لان اهتمام شركة فيسبوك ببناء الميتافيرس الخاص بيها وفي نفس الوقت كمان دعمها للـ NFTs والتوكينات الغير قابلة للاستبدال، دي دعاية غير مباشرة لمجال الكريبتو والعملات الرقمية. اهتمام شركة فيسبوك بإصدار المحفظة الخاصة بيها نوفي او عملتها الرقمية ديم، ده
معناه اهتمام شركة فيسبوك بمجال الكريبتو والعملات الرقمية. فاحنا بالنسبة لنا كمستخدمين بشكل عام مش بس في سوق الكريبتو متحمسين جدا اننا نبدأ نستخدم تقنيات جديدة زي الذكاء الاصطناعي او الواقع الافتراضي او الواقع المعزز او تقنية البلوكتشين، ولكن مع احترام الخصوصية وعدم انتهاكها. مع الويب 3 والانترنت اللامركزي، اذا قدرت فيسبوك بالفعل او شركة ميتا انها تغير مفهومنا عنها وفكرتنا عنها بانها تقدم لنا منتجات لا مركزية بالكامل، ساعتها هنقدر اننا نستخدم خدمات شركة فيسبوك. اما حتى الان فاحنا عارفين ان خدمات شركة فيسبوك هي خدمات مركزية بالكامل، وبيتم التحكم في البيانات الخاصة بينا، وربما يتم انتهاك خصوصيتنا في اي لحظة. اما في مجال الكريبتو والعملات الرقمية فاحنا بالفعل في مجال لا مركزي، وهنا محدش يقدر ينتهك البيانات او الخصوصية الخاصة بيك. ضيف مع كل الكلام ده كمان المشكلة الاخيرة الخاصة بشركة فيسبوك وتوقف السيرفرات او الخوادم الخاصة بيها لعدد معين من الساعات، واللي تسبب في خسائر لعدد كبير من المستخدمين او الشركات اللي بتستخدم خدمات شركة فيسبوك او معتمد عليها بشكل اساسي. التوقف ده كان دليل على ان خدمات شركة فيسبوك تعتبر خدمات مركزية، خوادم وسلطة واحدة فقط بتتحكم فيها هي سلطة شركة فيسبوك، على عكس مثلا عملة البيتكوين اللي تقنية البلوكتشين الخاصة بيها دلوقتي بقالها تقريبا 12 سنة شغالة بدون توقف. وده لان شبكة بلوكتشين البيتكوين موزعة على مستوى العالم، مفيش سلطة واحدة او سلطة مركزية بتتحكم في عملة البيتكوين وتقنية البلوكتشين الخاصة بيها. عملة البيتكوين من المستخدمين وللمستخدمين. فانا شخصيا من هنا اقدر اقولك اني مش متحمس بشكل كبير للميتافيرس الخاص بفيسبوك، قد ما متحمس بانه الفيسبوك سلطت الاهتمام والضوء على مجال الكريبتو والعملات الرقمية، على مجال الـ NFTs والتوكنات الغير قابلة للاستبدال، على المشاريع المهتمة بالميتافيرس والواقع الافتراضي في مجال الكريبتو والعملات الرقمية. وعليه هكون مهتم ان انا اعرفك افضل العملات الرقمية في مجال الكريبتو والمتعلقة بمجال الميتافيرس، وربما كمان تكون عملات رقمية لسه جديدة كليا. متابعين معاكم بشكل مستمر، عشان تكون متابع معانا ضروري جدا تكون عامل سبسكرايب للقناة، فعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تكون متابعنا من خلال السوشيال ميديا، هتلاقي اللينكات في الديسكريبشن.